هذا وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن موجة جديدة على مناطق المملكة بتأثير من المنخفض الجوي وتتسبب بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة. ما زالت فرصة هطول الأمطار على المرتفعات الجبلية خاصة المنطقة المحصورة ما بين الباحة وعسير، ما زالت التوقعات تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم وغدا إن شاء الله. باقي مناطق المملكة تستعد إلى موجة جديدة إن شاء الله تدرسها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ابتداء من يوم الخميس القادم. تأثير منخفض جديد قد يساهم في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق التي تأثرت في الأسبوع الماضي، ولهذا الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سوف تصدر تقرير إيضاح عن الحالة بمشيئة الله يوم غد، تبين من خلاله مستوى الحالة وتأثيرها على المناطق المتضررة بهذه الأمطار، ونسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة.